السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مساء الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين. ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا احنا النهارده بقى فين؟ النهارده هنغسل. انا جيت من ربع ساعة لقيت التلات غسالات شغالين والنشافات شغالة، وادي صوت النشافة اهي، اهو شغالة اهي. واحدة 44 دقيقة وواحدة 33، ودي برضو كانت شغالة. دي بس دي مبيبقاش عليها تايمر، يعني سواء مكتوب عليها. وادي الغسالة دي جيت افتحها، فكرت التلات غسالات فاضيين، لقيت فيها غسيلة اهي، يعني حد حاطط فيها الغسيل بتاعه. فانا هتصل بقى بابني يجيب الغسيل، عشان انا ايه بجيب بس معايا. انا جبت والله بالدوني، بس المره اللي فاتت جيت بالدوني وبالمسحوق، عشان بحس ان انا بنهج وتعبانه. فهتصل بمحمد اخليه يجيب لي الغسيل، وانا بقى اروح اجيب المسحوق، او انا اروح اجيب المسحوق وهو يجيب الغسيل، اي حاجه يعني. محمد جاب الغسيل وحطيناه في الغساله وبيشغل اهوت بيشغل الآب اهي. الغسالة اشتغلت اهي، معرفش صوت المية بيبقى طالع ولا لا. ادي الغسالة التانية اهي، حطينا فيها الغسيل. انت بتدوس على مية ايه؟ انا بدوسش على حاجة، شوف بتغسل مية ايه. الغسيل بتاعنا خلص اهو، كانت الغسالة دي 14 و16. الغسالة دي الست جيت لقيتهم في فضيها، بس مشغلة النشافتين مشغلاهم، فلسه ساعة قدامي، ساعة بالظبط. لو حد بقى جه مش عارف الغسيل ده وديه فين اللي في الغسالة. وادي الحاجات اللي بيطلعوها من الغسيلة اهي، واللي رامينه في الأرض. وانا حطيت الغسالتين دول اللي انا غاسله فيهم، دول الشرابات والحاجات الغوامق. فبغسلهم دول بالجيل اللي هو السايل، لكن هنا اللي هغسل حاجات يعني فاتحه بغسلها بالاريال. انا حطاها في الغساله من تحت، فمش عارفه والله الواحد بينهج يعني ولا طلعت سلم ولا اي حاجه. فمش عارفه الاثنين دول احطهم فين. قدامها ساعه قبل ما تيجي. انا حطيت اهو الغسيل بتاعي وحطيت المسحوق وحطيت كل حاجه، وهظبط الميه عشان اخلي محمد يجي يشغله. انا عاوزه اخليه ينزل لي الاب على تليفوني انا، بدل ما يبقى هو كل شويه يتصل بيه ويقول له تعالى شغل وتعالى ما تشغلش. لما اشوف ينفع ينزله على تليفوني ولا عشان الكارت على تليفونه، مش عارفه، عشان بتحط الفلوس بكريت الكارت. طب ودلوقتي بقى انا هقعد استناها ساعه قبل هي ما تنشف وغسيلي يخلص. شوفوا بقى المشكله في كده، عشان كده الموضوع الغسيل في الابرطمانات انا الصراحه انا عن نفسي مش حباه. كل واحد يبقى عنده الغسالة والنشافة في شقته أو في بيته، ده أحسن حاجة. لكن تقعدي تستني ساعة بحالها، وبرده وكل شوية عاوزة تيجي تشوف خلصها ولا مخلصوش، وفي ناس رخمة ما بتجيش تخلص حاجتها على طول. فمش عارفة مش عارفة ايه اللي هي مش عارفة ايه بقى ايه اللي حصلان يعني، ولا ايه اللي هيحصل. دي معاها عيال و واحدة مكسيكانية، الله أعلم تبقى رخمة يعني ولا تبقى كويسة. أنا دخلت قلت لهم هاي، محدش رد عليا، رحت سكت. أنا من ذوقي يعني، عشان إحنا متعودين نشوف حد نقول سلام عليكم، ده عندنا يعني في مصر. فأنا من ذوقي قلت لها هاي ولا حد عبرني. أهو محمد جه، هو كويس. شغالها بقى وأنا ظابطة المية. طب الغسيل ده هنعمل فيه ايه؟ ده النشافه بتاعتها قدامها ساعه. معرفش دي كانت، بس ما اديتيش ليه؟
كانت حاطه الغسيل هنا وطلعته من هنا وحطيته هناك. سالتها قلت لها دي مش شغاله، قالت لي سواء بتسخن وسواء ما بتسخنش، بس دي النشافه دي قديمه فما بتاخدش الفلوس عن طريق التليفون، بتدفعي لها فلوس كاش. وانا معيش اللي هي الفضيه دي ولا الاربع، كنا بنروح نجيبها من البنك فبطلنا نروح. واحد احنا شغلناها اهي على نص ساعة، ان شاء الله خير. هنا مية سخنة، هنا مية اللي هي عادية، وهنا دي دي للهدوم الداخلية والشرابات، واللي فوقيها دي اللي انا هحط صباعي عليها دي بيقول لك الهدوم تطلع مكوية. دي انا ما جربتهاش بتاعت الهدوم تطلع مكوية. بس ودي ثبت الغسيل اهو في بقية الاريال اللي انا كنت جايباهم. انا ما بقدرش اجيب كيس الاريال كله على بعض او البرميل الغسيل اللي بيبقوا تقال، فبفضي في العلب علب زي كده بنجيب فيها اكل، بغسلها وبشيلها شايلة علبتين يعني مش شايلة كتير عشان ما كركبش الدنيا ولا يبقى عندي حاجة زيادة انا مش عاوزاها. فهاخد بقى السبت وامشي، وكمان شوية باجي لما النشافة دي لما الغسالة دي تخلص ونشوف بقى تكون هي خدت غسيلة ولا تكون لسه، ونحط الغسيل كده برضه هنعوز نستخدم دي. نعوز نستخدم دي مش عارفة استخدمها يا محمد، انا معايا درر هروح اجيب الدرر واحاول استخدمها. هي كانت بتسخن حلو، هي حاطه فيها كذا بطانية، انا هنحط فيها شرابات وهدوم عادية. انا جيت اهو الغسيل بتاعي خلص، التلات غسالات خلصوا، بس غسيل الست اللي حطاه في النشافة كان فاضله 15، دلوقتي فاضله 10، انا داخلة وهي خارجة فاضل 10 كويس برضه. ربنا يا رب بقى يسهل في العشر دقايق دول عشان نحط الغسيل ننشفه ونمشي. انا والله ما بقيتش احب الغسيل يعني صراحة، حاجة صعبة ما كنتش مجرباها، ودي تعتبر بالنسبة لي حاجة جديدة. بالنسبة لي حاجة جديدة يعني مش مجرباها، فالحمد لله على كل حال. هقف بقى بره في التسع دقايق اللي فاضلين دول، وبعد كده احط الغسيل في النشافه وده اللي محمد يجي يشغلهم لي. بص انا قعدت قعدت على السلم اهو، مع اني والله الدنيا ساقعه وهوا، بس هوا بسيط يعني مش هوا جامد. قعدت على السلم، البتوع خلصوا بقى لهم 10 دقايق ولسه النشافات خلصت والست لسه ما جاتش. اوريكم الشجره وهي بتتحرك من الهوا، بس هوا بسيط يعني الحمد لله. قعدت على السلم اعمل ايه طيب؟ مش المفروض كل واحد حاطط غسيل والله العظيم انا لو اول ما احط الغسيل اقول لمحمد ايه بعد نص ساعه، محمد لو انا ما افتكرتش فكرني، عشان انا بغسل يوم الاجازه بتاعت محمد، عشان زي ما انتم عارفين الاب على التليفون بتاعه، اقول له ايه فكرني يا محمد لو انا ناسي، او سواء اظبط التايمر بتاع التليفون الوقت يعني بتاع التليفون اظبطه نص ساعه وابص بالتليفون واقوم رايح جاي قبلها بثلاث اربع دقائق. هم جايين اهم كويس، ربنا يصلح الحال يا رب. هم الست جايه عشان تاخد غسيلها وانا احط بقى الغسيل في النشافه. ده طلعت ساكنه في الشقه اللي في وشنا عرفتها وهي جايه من الشقه اللي في وشنا. انا قاعده هنا من اخر شهر 7 بس ما اعرفش حد، ولا اعرف حد ولا عاوز اعرف حد الحمد لله. ربنا يا رب ايه ما يجيب لنا مشاكل مع حد ونكون نقضي الوقت اللي ربنا كاتبه لنا هنا على خير ان شاء الله، لحد ما نشوف هنمشي بعد السنه ولا هنعمل ايه. الجو هنا ساقع ونطر عامل زي مصر بالظبط واكتر من مصر في الساقع. لما بخرج بحس ان انا ايديا ورجليا من المتلجين، فعلشان كده بقى على طول باستمرار ببقى قاعده في الشقه، عشان انا كان عندي روماتيزم زمان ولما جيت قعدت في الحر الروماتيزم الحمد لله مشي، فدلوقتي رجع لي تاني. ايديا مش عارفه اهي، مش عارفه اوريها لكم، هعوج الفيديو واوريها لكم. ادي السلالم اهي اللي انا قاعده عليها، ادي ايديا اهي، بصوا متنفخه وعامله ازاي. الحته المتنفخه دي وراحه داخله بقى على الايد، هي دي اللي بتوجعني افتكر. والصباع بص عامل ازاي، دي افتكر ده من الروماتيزم. لما امبارح كشفت وقلت عليه للدكتور قال لي اداني دواء وقال لي لو الدواء ما رقتيش عليه اعمل لك عليه اشعه، فلسه مش عارفه في ايه.
الست خدت حاجتها اهي، وانا ايه انضف الحته اهي. حتى الحاجات دي ما بيهونش عليهم ينضفوها، والله انا على طول بنضفها. هجيب بقى غسيلي واحطه يتنشف، لا هجيب غسيل واحطه في النشافه، وبتصل محمد يجي يحط الفلوس ده كله عليا وعلى محمد. وبعد كده لما ينشف بقى ابقى اجي اوريكم في اخر الفيديو. انا حطيت الغسالتين اهم في النشافتين، وفاضل الغساله الثالثه دي ما فيش طبعا نشافه احطها فيها، فهضطر بعد ما انشف دول ارجع تاني. يلا الحمد لله على كل حال، النشافات خلصت اهي، وادي جبت السبتين، يبقى ناقص الغساله الثالثه الاخيره، هي هنفضي واحده ونحط فيها. بصوا الدنيا بقت ضلمه ازاي. انا كنت جايه كانت الساعه كام؟ يمكن كانت اول ما حطيت الغسيل في اول ما حطيت الريحه العصر جدا، يعني كانت الساعه 3، كانت النهار طالع والشمس طالعه. دلوقتي الساعه 6 وي، يعني بصوا 3 ساعات عشان اغسل ولسه مخلصتش، لسه قدامي ساعه الا ربع تاني، يعني على 7 كده ان شاء الله قبل ما اخلص. وشوفوا روحت وجيت كم مره، يا ربنا يقوي يا رب الناس اللي قاعده هنا اللي طول عمرها عند طول عمرها في المواويل ديت. الحمد لله احنا لسه اول سنه. بس انا شغلتها اهي الغساله اللي النشافه اللي فاضله، يبقى كده ايه اخر واحده ابقى اجي اخويا اجيبها بقى. دي هاجي طبعا لوحدي، محمد مش هيجي معايا، محمد اترحم. زي ما بقول لكم اهي فاضل 10 دقايق وتخلص. زي ما بقول لكم باجي قبلها ب 10 دقايق 3 4 دقايق، ما عمريش جيت وتبقى في وقفه ابدا، ولا الغساله ولا النشافه، ببقى ظبطاها علشان خاطر ايه اجي تكون خلاص. فالحمد لله على كل حال، هطلعها بقى واقول لكم ايه. اعملوا لي بقى لايكات كتير 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 علشان خاطر التعب ده كله. بقى لي 4 ساعات، الساعه بقت 7 دلوقتي، من 3 ل 7 وانا رايحه جايه رايحه جايه، عشان بصوا فيديو 10 دقايق خد 4 ساعات. يا الله يكون في عوننا والله. اعملوا لنا لايكات بقى وكومنتات وتشجعوني وادعموني ادعموني، يعني انا الدعم اللي انا عاوزاه منكم دعم، لايك كومنت كلمه حلوه، بس هو ده اللي انا عاوزاه علشان ما اطولش بقى عليكم. انهي بقى الفيديو على كده وانا بقى اجيبهم انا. طب خلاص التانيين علقناهم انا ومحمد الحمد لله، وكل واحد شال هدومه في دولابه، وفاضل الحبه دول بقى ايه بقيت هدوم شغله. لما والشرابات ما طبقتهاش لسه، هما اللي فاضلين، اروح بقى اطبق الشرابات وهو بيعلق هدومه. والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.